ونص. عزيزي المشاهد، في دايما ناس بتسأل وتستغرب ليه ربنا ما خلقش حواء وآدم مرة واحدة كده على طول وخلصنا. يعني الناس بتفكر أسئلة غريبة قوي، يعني انت مالك يا عم، هو خلق ده الأول، خلق ده التاني، خلقهم مع بعض، هي دي مشكلتك. لكن ماشي، هنبص نلاقي ربنا خلق آدم الأول مخلوق حر الإرادة، وسابه فترة من الوقت كده يعيش فيها مع كل الخليقة اللي موجودة، الحيوانات اللي حواليه اللي كلهم ذكر وأنثى وهو لوحده، واداله كمان سلطان يسمي الحاجات دي بأسماء ويتسلط عليها. لو اداله حواء على طول في أولها ما كانش حس بقيمتها ولا بقيمة المعين والونيس، سابه لحد ما حس بالاحتياج، أنا في حاجة ناقصاني بس مش عارف إيه هي، مفيش حد عاقل زيه يتفاهم معاه، مفيش حد من جنسه يؤنس وحدته، عشان لما يتحقق ويجي حد شريك ليه بقى يبقى يكون موضع حبه ورعايته وحمايته. هو جرب الوحدة، فلما تيجي الونيس ده يشيلها فوق دماغه ويصونها ويرعيها ويحبها زي نفسه وأكتر. علشان كده الرب قال ليس جيداً أن يكون آدم وحده، نصنع له إيه؟ معيناً. يعني آدم قاعد كده يا عيني محتاج حد يعينه. يبقى مين بذمتك عزيزي المشاهد يبقى مين أحسن، المعين ولا اللي متعان؟ يا عيني حواء مظلومة دنيا وآخرة، لكن جه الوقت اللي الرب قال فيه أنا هسدد احتياجك يا آدم. هو الرب يعرف طلباتنا حتى من قبل أن نسأله، عشان كده تأنى عمل آدم الأول وسابه يحس بالاحتياج واداله عشان يخلي باله من اللي ادهوله ده عشان ما يرجعش يبقى وحيد تاني. مش كده ولا إيه؟